ما بيشتغل. انا جبت من مساي البنغلاديش، بياكل شرب واجار بيت، وانا مريض بدفع حكيم، ما فيني بمستعمل المصاري، ما فيني، انا عندي ما عاد ما بدل لبنان. نحن ثلاثة أخوات وماما وبابا، خمسة شخص نحن فاميلي، بس أكبر واحد أنا، كله بده بلازي مصاري وفاميلي بيعيشوا بفهم. أنا في عندي راسة أصغر مني، خي بيدرس بنغلاديش يونيفرسيتي كوميلا فيكتوريا، ما فيني بدفع مصاري مشان بيدرسوا. هلا روح بنغلاديش في عندي شوي عروض، ما كتير اشتريته، أنا اشتريته هون من لبنان، أخذته مصاري بيها اشتريته. هلا روح بيعه بيعطيك دين، ما حدا، ما فيني، في حدا بيحكي معه فاروق ممني، فاروق ما عطي الدين، ما اخذت مصر، ما في حبه. ان شاء الله اذا بتروح بنغلاديش بيتزوج. وانا بعرف شغل كهربزي، بدبل هلا بشوف اذا بنغلاديش منيحه بياخذوا البنك المصاري، اللي بيقول لبنان ما بعرف اسلاف او شيء هيك، بيسحبوا اذا فتح المحل، بيسحبوا المصاري البنك، اذا ما في معادر بتروح بلد ثاني.